اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. كيف تزيد من تعلقها بك بسبع طرق؟ إن للحب عدة مراحل يمر بها الشريكان، أهمها كسب ثقة من تحب وتعلقه بك. لا يعد حصولك على الإعجاب أمرا في غاية الصعوبة، فكثير من قصص الحب تبدأ بإعجاب الفتاة بجمالك أو بشخصيتك، لكن التحدي الأكبر هو أن تكسب قلبها وتجعلها متمسكة بك. فهل تريد أن تكون في عينيها بطلها الوحيد؟ في هذا الفيديو سنستعرض أهم التصرفات التي إن فعلتها ستزيد من تعلق شريكتك بك. أولاً، كن بطلها. قد تعتقد أن التصرف بشهامة قد اختفى بانتهاء عصر الأمراء والفرسان، ولكنك مخطئ. فلا شيء قد يشعرها بالأمان كرجولتك وشهامة مواقفك معها. لا أقصد بذلك أن تخوض المعارك لأجلها، ولكن ببساطة كن أنت درعها عند مواجهة أي أمر، واحرص على كونها بخير، فأعطها سترتك عند البرد مثلاً، أو أمسك بيدها عند قطع الشارع، وأظهر غيرتك عليها إن حاول أحد ما ملاطفتها. إن كل هذا سيحلق بها عاليا في سماء حبك، لأن الحب هو شعور بالأمان بالدرجة الأولى. ثانيا، قدر لغة العيون. إن انشغالك عنها بتصفح الفيسبوك أو اللعب بهاتفك بينما هي جالسة معك سيشعرها بعدم أهميتها بالنسبة إليك. لذا املأ قلبها سعادة وحدق في عينيها مباشرة، وذلك حتى في أوقات الصمت، فالنظرات الحنونة ستمر كنسمة تنعش قلبيكما. حاول أن تتفاعل مع حديثها بقلبك وعقلك وكل جوارحك. ببساطة اترك هاتفك جانبا وأبحر في فضاء عينيها الجميلتين. ثالثاً، كن حنوناً. إن حاولت ترجمة كلمة حنان لأفعال سيتطلب الأمر منك الكثير لفعله، كأن تغفر لها زلاتها وعثراتها وتضع نفسك في مكانها لتفهم شعورها، وأن تكون لها سنداً تتكئ عليك وتلقي بهمومها على كتفيك، وإن حصل بينكما أي خلاف أنهه بوردة صغيرة تقدمها لها وربت على كتفها بحنان. أما إن كنت شخصا سريع الغضب غير متفهم لمشاعرها، فإن هذا سيؤدي بكما إلى نهاية الحب. رابعا، لا تكن بخيلا. أقصد بذلك معنويا وماديا، فالأنثى تميل بطبعها إلى حب الهدايا والمفاجآت الرومانسية. إنها تحب الورود والعطور والأشياء اللطيفة، ولكن هذا ليس كل شيء. فإن لم تشعرها بأنها قد فازت بوقتك وقلبك وتفكيرك ودعمك لها في كل الأوقات، فلن يفيدك تقديم أي شيء آخر في كسب قلبها وتعلقها بك. خامساً، أظهر قدراتك ومهاراتك لها. نعم، فإنها تحب أن تلمس نجاحك وتميزك في مجال عملك أو دراستك، فتعتقد أن نجاح حبيبها من نجاحها، وتسعد إن كنت واسع المعرفة في أغلب الأمور، كما إنها تستمتع إن قمت بتعليمها أمرا ما، فتشعر بأنها طفلتك الصغيرة المدللة. سادسا، كن صادقا قولا وفعلا. أينما حل الصدق زاد الحب متانة وقوة ومقاومة لكل مشاكل الحياة، فسيعجبها صونك لقلبها في غيابها قبل وجودها وإخبارها عن جميع تفاصيل يومك مهما كانت صغيرة، والتزامك بالمواعيد وكونك شخصا يعتمد على نفسه. كل هذا كاف ليمنحك عقد ملكية طويل الأمد لقلبها ومشاعرها. سابعا، اجعل أخلاقك سلاحا لك. سيسحرها حقا كونك لطيفا في تعاملك مع أمك، أو أسلوب طلبك للقهوة وأنتما جالسان في المقهى. لذا لا تكن فذا في التعامل مع أحد،
وحافظ على هدوئك وصبرك قدر الإمكان، فبذلك ستؤمن لها جوا من الأمان، وستكون في عينيها الوحيد الذي يستحق كامل مشاعرها. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.